الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية. الصدر يعلن تأجيل موعد التظاهرات التي كانت مقررة لأنصاره السبت المقبل حتى إشعار آخر. الولايات المتحدة الأمريكية تجري اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، مواد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين. صرح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مسؤول كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة، وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح. وتبين أن الحريق نشب بسقف قاعة غير مستخدمة، وأكد مسؤول الكنيسة وشهود الواقعة أن الحريق نتج عن ماس كهربائي. قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي إن مصر تخطو خطوات واثقة نحو تحقيق أهداف التنمية، وإن السنوات الماضية شهدت عزم القيادة السياسية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة برؤية واستراتيجية عمل واضحة كان في قلبها المصريون بالخارج. جاء ذلك في كلمتها أمام المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج في العاصمة الإدارية الجديدة الذي افتتحت أعماله اليوم الثلاثاء بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا من 38 دولة حول العالم. ووعدت الوزيرة أبناء الجالية المصرية بالخارج بمواصلة المجهودات بمزيد من العمل والمثابرة لخلق الكثير من البرامج المتطورة الموجهة لصالح المصريين بالخارج. أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع حريق شب ظهر اليوم بكنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة المنيا. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات، فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان وتم إسعافه في موقع الحادث. وأشار المتحدث بأن وزير الصحة خالد عبد الغفار يتابع الحدث ووجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات المنيا العام والمنيا الجامعي والتأمين الصحي، مع استمرار تمركز سيارات الإسعاف بموقع الحادث إلى حيث الانتهاء التام من أعمال الإطفاء والتبريد. قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي إن مصر تخطو خطوات واثقة نحو تحقيق أهداف التنمية، وإن السنوات الماضية شهدت عزم القيادة السياسية لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة برؤية واستراتيجية عمل واضحة كان في قلبها المصريون بالخارج. نظمت وزارة الهجرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية زيارة ميدانية لوفد من ممثلي الكيانات المصرية بالخارج إلى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان وعدد من المصانع المصرية الكبرى الكائنة هناك، وذلك في إطار مواصلة المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج لفعالياته.
وقد استهدفت هذه الزيارة إطلاع ممثلي الكيانات المصرية بالخارج على ما يتم من جهود وطنية لتطوير الصناعة المصرية وتوطينها، وعلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة في مختلف المجالات الصناعية، بما يؤكد حرص وزارة الهجرة على الترويج للصناعة المصرية والمنتج المحلي في أوساط المصريين بالخارج. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 165 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 65 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 98 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 761 قضية، من بينها 145 قضية للخبز ناقص الوزن و 127 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 27 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 151 طنا من الأقماح المحلية. توافد المواطنون بكثافة على المنافذ والسرادقات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والمشاركة في فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي أطلقت منتصف مارس الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية لقيامها بمد المرحلة للثاني والعشرين أو المبادرة الثانية المرحلة الثانية والعشرين من المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، بدلا من نهاية عيد الأضحى المبارك، لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي وفرتها المبادرة، والتي ساهمت في رفع العبء عن كاهلهم وجعلت السلع الأساسية في متناول أيديهم. يعد محور كمال عامر أو الزمر سابقا أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، بداية من دائري المنيب وحتى محور تحيا مصر، فضلا عن دوره في ربط محافظة الجيزة مع محافظة القاهرة من خلال عدة مداخل، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل وقت الرحلة وخفض معدلات التلوث. من دائري المنيب وحتى محور تحيا مصر يمتد محور كمال عامر أو الزمر سابقا بطول نحو 15 كيلومتر، ليكون أول محور مروري حر يربط شمال وجنوب الجيزة في زمن رحلة لا يتعدى العشر دقائق، مقارنة بنفس الرحلة قبيل البدء في أعمال هذا المحور والتي كانت تصل لأكثر من 45 دقيقة. التكلفة الإنشائية للمشروع بما فيها الامتداد الرابع اللي هو من رود الفارج لغاية تحيا مصر، من الوراق لتحيا مصر، هيدخل على حوالي أكثر من 5 مليار جنيه. المحور يعتبر أربع حارات رايح وأربع حارات جاي بعرض 30 متر، وهو ده المحور يعني عندك محور الكورنيش، محور السودان، محور فريق كمال عامر. محور فريق كمال عامر هيرفع كل الكثافات المروريه على شارع السودان ومحور الكورنيش من محور النيل بنسبه من 65 ل 70%. المحور يربط عددا من المحاور المروريه العرضيه، اهمها 26 يوليو وصفه اللبن وشارع فيصل وامتداد شارع جامعه الدول العربيه، ليساهم في توفير حوالي 100 مليون جنيه من استهلاك الوقود سنويا. محافظه الجيزه كلها ما كانش فيها غير محور الكورنيش، وانت عشان تطلع من الكورنيش من عند المنيب لحد الوراق كان الواحد بياخد مثلا ساعه ونص ولا حاجه، لكن المحور هنا في ربع ساعه هتاخد نفس المسافه، فطبعا دي حاجه بتغير سيستم المرور خالص في محافظه الجيزه بالكامل. يعني احنا اساسا رابطين على كل المحاور العرضيه للجيزه، يعني رابطين على محور ترسا ورابطين على محور
شارع الهرم وعلى محور فيصل ومحور صفت ومحور جامعة الدول العربية. المحور يساهم أيضا في ربط مراكز النقل والمواصلات داخل محافظتي القاهرة والجيزة، مرورا بمحطة قطارات الجيزة وموقف النقل العام بالمنيب ومواقف الصعيد وموقف النقل العام بميداني الجيزة وإمبابة. شريان حيوي يحقق انسيابية مرورية ليس فقط لمحافظة الجيزة بل لإقليم القاهرة الكبرى بشكل عام من خلال استغلال ترعة الزمر والطرق المحيطة بها لإنشاء هذا المحور الذي يساهم بشكل كبير في تقليل التكدسات المرورية. من محور كمال عامر بالجيزة، أشرف مبارك، النيل. تواصل المراكز الطبية الثابتة والمتنقلة عملها بمحافظات مصر كافة وفقا لمبادرة الرئيس بدمج مبادرة 100 مليون صحة، وذلك بعمل المسح الطبي للمواطنين للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وأورام الثدي وصحة المرأة والاعتلال الكلوي. خدمات تشخيصية ووقائية تقدم على مدار الساعة بالمراكز الطبية بمحافظة مصر كافة، وذلك خلال دمج المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر وأورام الثدي وصحة الأم والجنين وفيروس سي، كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية من تلك الأمراض. صحة المرأة دي بتبتدي من بنت وهي أنسة لسه، ودي احنا بنتابعها ومن حيث ازاي تكشف على أورام الثدي وبنعلمها الطريقة، وبعدين في نفس الوقت بنكلمها بعد كده على الصحة الإنجابية وطريقة التغذية السليمة ليها عشان بعد كده لما تبقى أم تبقى مستعدية نفسيا وتبقى مستعدية جسمانيا. بالنسبة لصحة الأم والجنين، هي بيحصل متابعة حمل للأم، بنعلم السيدة بعد نقول لها بنوعيها ان بعد الولادة بفترة قد ايه انها بتركب اللولب، وحاليا في مبادرة اللي هي تركيب اللولب اثناء الولادة. لا قدر الله اي حالة اكتشفنا ان عندها اي حاجة محتاجة تدخل اكبر مننا بيتم تحويلها. بالنسبة لصحة المرأة بنحول على مركز اورام دار السلام. بالنسبة للأم والجنين، لو لا قدر الله في اي حالة طلع عندها اي فيروس ايجابي بتحول على مستشفى الحوض المرصود، وبتتابع عندنا برضو حتى بعد الولادة بتفضل تتابع في المستشفى وبتدينا الفيدباك بتاعها. بالنسبة للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي برضو بيتم التحويل على مستشفى هرمل، هي مستشفى دار السلام أقرب مستشفى عندنا في المنطقة. كما تتضمن تلك المبادرات برامج توعوية وتثقيفية للمواطنين في كيفية الوقاية من تلك الأمراض والتعامل مع المبادرة الرئاسية بشكل فاعل. المشروطية هي بتبقى كتيب بتستلمه المنتفع يعني من وزارة الضمان أو من الشؤون، وبتيجي عندنا هنا بنقدم لها الخدمات أو الإجراءات الوقائية ليها وطفلها أو أطفالها لو هم أقل من 6 سنين. يعني مثلا لو هي بنقدم لها التثقيف الصحي، بنقدم لها خدمات تنظيم الأسرة والتوعية الخاص بتنظيم الأسرة، لو هي حامل بنعمل لها متابعة حمل بنتابع معاها حتى الولادة وبعد الولادة. بالنسبة للأطفال فإحنا بنطمن على الأطفال عامة اللي هو التطعيمات بتاعتهم كاملة بياخدوها نمو الأطفال. قبول واستحسان من قبل المواطنين لما يقدم لهم من إجراءات ميسرة خلال عملية المسح الطبي. كله اهتم بيا لما دخلت، وكانوا بيسألوني ايه اللي تعبك، ايه محتاجة من تحاليل، ايه محتاجة من أمراض تكشفي عليها. كانوا الناس ممتازين وعلى تم الثقة في كل حاجة. جيت على فحصت اللي بنتي صغيرة اللي هو بتاع السمعيات، جم خدوا مني بطاقتنا وعملوها، وكان يعني الخدمة كويسة هنا وكده، والناس اللي موجودة برضو كلها كويسة. إقبال المواطنين على المراكز الطبية لعمل المسح الطبي يؤكد وعيهم الكامل بأهمية المبادرات الرئاسية الفاعلة لوقايتهم من أمراض قد تغير مجرى حياتهم. محمد حلمي، النيل. ونتحول إلى العاصمة الألمانية برلين لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي للمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس. استمرار عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين الجانبين، ونجدد الشكر بهذه المناسبة للشعب الألماني الصديق ولحكومته ولجميع قواه السياسية والفاعلة على مواصلة تمسكها بمبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، وهو ما نعتبره هدفا مشتركا لشعبينا وبلدينا وصولا إلى عالم تحكمه القيم والقواعد الدولية ووحدة المعايير. وفي هذا الإطار حث
حديثي مع سيادة المستشار كان أنني قد تطرقت إلى وجود جالية فلسطينية حية وفاعلة تواصل انخراطها في المجتمع الألماني وتعمل على تعزيز جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا في جميع المجالات، وأكدنا لسيادة المستشار أهمية هذا التفاعل الإيجابي. سيادة المستشار، إننا نؤكد على الدور المحوري الذي تقوم به ألمانيا في منطقتنا والعالم، وكذلك في إطار الاتحاد الأوروبي واجتماعات صيغة ميونخ التي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن لدفع جهود السلام في منطقتنا للأمام. ونحن من جانبنا على استعداد للعمل معكم ومع جميع الشركاء ذوي العلاقة من أجل تحقيق هذا الهدف. السيدات والسادة، لقد اطلعت سيادة المستشار على مسعانا لحماية حل الدولتين من الانهيار، تمهيدا للذهاب إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين على حدود 67 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يتطلب وقف الأعمال الأحادية الجالب المخالفة للقانون الدولي ومخالفة للاتفاقات الموقعة، وكذلك التوقف عن الاستيطان الإسرائيلي وعنف مستوطنيه وجرائم القتل وهدم المنازل والمنشآت في أرضنا الفلسطينية المحتلة، ووقف الاعتداءات على أهلنا في مدينة القدس الشرقية ومقدساتها المسيحية والإسلامية. وبالرغم من ذلك، رغم كل هذه الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، نحن نتمسك بالمقاومة الشعبية السلمية ولا نخرج عنها، ونرفض العنف والإرهاب في أي مكان في العالم. إن تقويض حل الدولتين المستند لحدود عام 67 من جانب إسرائيل وتحويله إلى واقع الدولة الواحدة بنظام الأبارتايد الذي تمارسه إسرائيل الآن علينا، لن يخدم الأمن والاستقرار في منطقتنا، ولن يبقي أمام الشعب الفلسطيني سوى البحث عن حقوق في دولة واحدة بحقوق متساوية وللجميع. فهل تقبل هذا إسرائيل؟ هل تقبل دولة واحدة للجميع بحقوق متساوية؟ إذا لا تقبل، إذن دولتين. أما لا أحد في العالم يقبل الأبارتايد والاحتلال أن يكون إلى الأبد. فلسطين تحت الاحتلال منذ 77 عاماً كفى. لذلك لأنني أحذر من ضياع فرصة تحقيق حل الدولتين وأدعو إلى حمايته، ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي بالذات ألمانيا أن تساهم في ذلك إذا قامت دولها التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك. ما دام هناك اعتراف بحل الدولتين، هناك دولة معترف بها إسرائيل، الاعتراف بدولة فلسطين يساعد على إيجاد حل. وهنا أنا أتساءل، لماذا لا تقوم دول الاتحاد الأوروبي التي استثمرت الكثير في إنشاء مؤسسات دولة فلسطين بهذه الخطوة؟ ولماذا لا يعتمد مجلس الأمن العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة؟ ماذا يضرهم أن نكون عضوا كاملا؟ نحن مراقبون. التي أثبتت دولة فلسطين
منذ الاعتراف بها عضوا مراقبا في العام 2012 أنها دولة مسؤولة، إن كل ما يطمح به أو إليه شعبنا هو الحرية والاستقلال في دولة ذات سيادة ديمقراطية يتمتع فيها كل مواطنيها بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكون دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة عنصرا فعالا ومسؤولا في إرساء قواعد القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان في المنظمة وفي العالم. وهذا هو جوهر وأصل هدفي ووجود هذه الدولة. وفي إطار تمتين مسيرتنا الديمقراطية نجدد التأكيد على التزامنا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شريطة أن تجري في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة. إذا حصل هذا نحن في اليوم التالي نجري هذه الانتخابات كما أجريناها في الماضي في 1996، 2005 و2006 وبموافقة إسرائيل. لماذا الآن ترفض؟ وأتساءل هنا، لماذا تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنعنا من تنظيم هذه الانتخابات التي نتمنى أن تحصل ويدعمنا العالم كله في ذلك؟ وبهذه المناسبة نجدد الشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الدور الهام والمتواصل لخلق الاستقرار والأمن وتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني إلى حين خلاصه من الاحتلال، مؤكدين على أهمية استمرار هذا الدعم، نتمنى أن يستمر، المقدم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مشيدين بالموقف الألماني المميز بهذا الخصوص. وفي الختام أجدد لكم سيادة المستشار بالغ تقديرنا وشكرنا لألمانيا على كل ما تقدمه من أجل الشعب الفلسطيني وقضية السلام في الشرق الأوسط، معربين عن شكرنا لهذا اللقاء البناء لكم، متمنين لكم يا سيادة الرئيس المستشار الصحة والعمر المديد ولبلدكم وشعبكم الصديق دوام التقدم والازدهار، ونحن ننتظر بكل الاهتمام وبكل الترحيب زيارة سيادة المستشار إلى فلسطين، لأن هذا سيكون مصدر سعادتنا. وشكرا لكم. نور الهدى محمد، وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. عندي سؤال ذو شقين. بداية لسيادة الرئيس، ما هي أهم القضايا التي تم الاتفاق عليها بين سيادتكم والمستشار الألماني، وما هو المطلوب من دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا اتجاه ما تقوم به إسرائيل من إجراءات مخالفة للقانون الدولي واعتداءات على أبناء شعبنا وعلى المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس؟ وبالنسبة لسيادة المستشار، كيف يمكن لألمانيا المساعدة في حماية حل الدولتين وإحياء عملية السلام المتوقفة بسبب تنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة؟ مشاهدينا، عرضنا لحضراتكم جانبا من وقائع المؤتمر الصحفي للمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس. متواصلون معكم في بانوراما النيل، حيث أعربت جمهورية مصر العربية عن عميق تعزيها وصادق مواساتها لجمهورية السودان الشقيقة حكومة وشعبا ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا عددا من الولايات السودانية، كما أعربت عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية أرمينيا ولذوي ضحايا الانفجار الذي وقع بمركز تجاري بالعاصمة يريفان، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المواطنين، مؤكدة تضامنها مع أرمينيا الصديقة في هذا المصاب الأليم.
كلف مجلس الوزراء العراقي وزير النفط إحسان عبد الجبار بمهام وزارة المالية بدلا من علي علاوي الذي قدم استقالته صباح اليوم للمجلس. في سياق متصل، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل موعد التظاهرات التي كانت مقررة لأنصاره السبت المقبل حتى إشعار آخر. وقال المصدر إن قراره بتأجيل موعد التظاهرات جاء لإفشال المخططات التي وصفها بالخبيثة للإطار التنسيقي بالعراق، ودعا أنصاره إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، حيث كان الإطار التنسيقي العراقي قد طرح يوم 25 يوليو محمد الشياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار التيار الصدري واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء مرتين خلال 3 أيام، وأعلن اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ أحمد، بعد التحية، قراءتك لتأجيل موعد التظاهرات التي كانت من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل من أنصار التيار الصدري، ما دلالة هذا التأكيد؟ أولا التأجيل ده يعني ممكن يكون بالأغلب فسحة من الوقت لإعادة المشاورات في الحالة السياسية العراقية المعقدة جدا. الحقيقة العراق على صفيح ساخن، ودي كشفتها من بداية عملية الاقتحام لأنصار التيار الصدري للبرلمان والاعتصام فيه والاحتجاج ورفض ترشح محمد شياع كرئيس الوزراء. والأزمة السياسية الحقيقية في العراق هي حالة من الانسداد السياسي والفشل حتى الآن في تحقيق أي نوع من أنواع التوافق السياسي بين الكتل والتحالفات السياسية حول اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وطبعا ده عرض لمرض عضال أصيب به العراق منذ عام 2003، الغزو الأمريكي للعراق، وهو فكرة المحاصرة الطائفية الحقيقة اللي خلقت صراع كبير جدا. وزعيم التيار الصدري الحقيقه هو زعيم ديني بالمقام الاول وليس زعيم سياسي، وكل الكتل والاحزاب السياسيه العراقيه لها ظهير ميليشياوي ولها ميليشيات مسلحه، وطبعا بالاضافه الى صراع المصالح والنفوذ بين النخب السياسيه العراقيه والتدخلات الخارجيه. الحقيقه النخب حسبما قال الشارع العراقي لا تمثل العراق بشكل وافي، لكن تمثل نفسها ومصالحها وطوائفها. وهناك أزمة حقيقية في استكمال الرئاسات العراقية على الرغم من مرور 9 أشهر على الانتخابات البرلمانية اللي تمت في أكتوبر الماضي. وطبعا اختيار رئيس البرلمان بعد اختياره محمد الحلبوسي، وهو من نصيب السنة بشق الأنفس الحقيقة، بعد أكثر من جلسة وأحكام قضائية وطبعا عملية لا تزال تراوح مكانها، ولا زال الشارع العراقي قلق من يعني كل هذه الاستقطابات وخطاب الكراهية بين المكونات السياسية العراقية. طب أستاذ أحمد، يعني كيفية الخروج من هذا المأزق وحالة الانسداد السياسي في المشهد العراقي، كيف تنظر إلى الحلول التي يمكن أن تقدم جديدا لهذا المشهد، خاصة في ظل تمسك كل طرف من الطرفين بمطالبه بخصائصه؟ الحقيقة هو المطلوب هو تغيير قواعد اللعبة بشكل كامل، وأن تعود العراق دولة مدنية، دولة لا تدخل فيها المحاصصة والطائفية. وأعتقد أن ده اللي طالب به التيار الصدري رغم اعتراضي على فكرة وجود زعامات دينية كي تقود المشهد العراقي. ويرتدي الحقيقة زعيم التيار الصدري قميص العروبة في محاولة من الخروج بشكل يعني نقدر نقول موارب من البيت الشيعي في العراق، لكن التيار الصدر الحقيقه وحاله اقتحام البرلمان والمنطقه الخضراء وقياده احتجاجات بدواعي يعني تغيير الحاله السياسيه، اعتقد انه هيكون جزء من الصراع وليس جزء من الحل، ولكن هي مطلوب اعاده شكل الدوله العراقيه مره اخرى حتى تخرج
من فكرة الطائفية الحقيقة المنتشرة في أكثر من دولة في المنطقة، ومنها لبنان على سبيل المثال، تمثل حالة أخرى من حالة الطائفية والمحاصصة. أعتقد أن الحل هيكون استقالة النواب وإعادة تشكيل حكومة على أسس وطنية، أو إعادة تغيير الدستور العراقي حتى تعود العراق كما كانت بعيدة عن الاستقطابات الطائفية والدينية المختلفة. نعم، أشكرك الأستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط على هذه المداخلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 24 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته. أعلن الجيش الأمريكي أنه أجرى اختبارا لصاروخ مينوتمان 3 الباليستي العابر للقارات، والذي كان قد تأجل إطلاقه لتجنب تصعيد التوتر مع الصين خلال استعراضها للقوة قرب تايوان هذا الشهر. وقال الجيش في بيان إن الاختبار يظهر جاهزية القوى النووية الأمريكية ويوفر الثقة في مدى فتك وفعالية الرد النووي للولايات المتحدة. ويعد صاروخ مينوتمان 3 القادر على حمل سلاح نووي، وهو من إنتاج شركة بوينغ، سلاحا مهما في ترسانة الجيش الأمريكي الاستراتيجية، إذ يزيد مدى هذا الصاروخ على 9660 كيلومترا، ويمكنه التحليق بسرعة تقترب من 24000 كيلومتر في الساعة. بانوراما المتواصلة معكم، ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. مصرع 20 شخصا في حادث تصادم بين حافلة وصهريج في باكستان. وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة، ومباشرة إلى محمد عبد الحكم. إليك محمد. شكرا غادة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: وزير الصناعة والتجارة يؤكد على ضرورة الارتقاء بالأنشطة الإنتاجية والصناعية بكل محافظات مصر. أكد وزير الصناعة أحمد سمير أن وزارته حريصة على تقديم كل أوجه الدعم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة بكل محافظات مصر، والاستفادة من كل الإمكانيات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية لكل محافظة. جاء ذلك خلال استقبال وزير التجارة والصناعة لمحافظ الغربية طارق رحمي، حيث استعرض اللقاء منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المنتجين والسعي لحلها. من جانبه، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تعد إحدى أهم المحافظات الصناعية في مصر، وبصفة خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. أفادت بيانات أولية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 3.91% على أساس شهري في مايو. وقال الجهاز إن من الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا في مايو هي صناعة المشروبات التي سجلت نمو ب 30.2% على أساس شهري بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف. كما سجلت الصناعات الغذائية زيادة بنسبة 3.2% على أساس شهري في مايو.
واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية. قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية، وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 1.4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 669.5 مليار جنيه وسط تعاملات كلية وصلت إلى 4.2 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 72% في المقابل ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 92%. اختتمت فعالية معرض الأهرام الزراعي في دورته الثانية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وضم المعرض عددا كبيرا من شركات القطاع الزراعي والداجني وإنتاج الأسماك وشركات المعدات الزراعية. اختتمت فعاليات معرض الأهرام الزراعي في دورته الثانية والذي جاء في الفترة من 14 إلى 16 من أغسطس الجاري، وذلك بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الزراعي والداجني وإنتاج الأسماك وشركات المعدات الزراعية الحكومية والخاصة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وصواري، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين. مشاهدينا متواصلون معكم في بانوراما النيل، وتابعنا مع حضراتكم هذا التقرير ومتواصلون معكم في باقة من الأخبار السياسية. موسكو اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بالسعي لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا وتأجيج نزاعات في مناطق أخرى حول العالم، وذلك عبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقال بوتين في تصريحات متلفزة إن زيارة بيلوسي لتايوان كانت تعبيرا صارخا عن عدم احترام سيادة الدول الأخرى والتزامات واشنطن الدولية، وهي جزء من استراتيجية لها أهداف تتبعها الولايات المتحدة عن وعي، وذلك لزعزعة استقرار وإثارة الفوضى في المنطقة والعالم. لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم حرقا عندما اصطدمت حافلة بصهريج محمل بالوقود في وسط باكستان. واصطدمت الحافلة التي كانت تقوم برحلة طويلة بمؤخرة الصهريج ليلا على مشارف مدينة مالتان وسط البلاد. وتشهد باكستان باستمرار حوادث سير يسقط فيها قتلى بسبب الطرق السيئة والآليات التي تفتقد إلى الصيانة. وفي عام 2015 لقي 62 شخصا على الأقل مصرعهم، بينهم عدد من النساء والأطفال في جنوب باكستان، عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج فاندلع حريق كبير أدى إلى تفحم الضحايا. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. موسكو تكشف النقاب عن نموذج فعلي لمحطة فضاء روسية جديدة. أهلا بكم من جديد. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء ومدن المنصورة الجديدة والعالمين الجديدة وصواري، فضلا عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين. كشفت وكالة الفضاء الروسية لأول مرة عن نموذج فعلي لما ستبدو عليه محطة الفضاء الروسية الجديدة المخطط لها، ما يشير إلى أن موسكو جادة في الانسحاب من محطة الفضاء الدولية والعمل بمفردها في مجال الفضاء. لأول مرة تكشف وكالة الفضاء الروسية عن نموذج فعلي لما ستبدو عليه محطة الفضاء الروسية الجديدة المخطط لها، في خطوة يرى فيها مراقبون أنها تحرك جاد من موسكو للانسحاب من محطة الفضاء الدولية والعمل بمفردها في مجال الفضاء. وفي خضم ما يعتقد بعض الصقور في الكريملين أنه قطيعة تاريخية مع الغرب بسبب العقوبات المفروضة جراء الحرب في أوكرانيا، تتجه روسيا لتقليل الاعتماد على الدول الغربية والمضي قدما بمفردها أو التعاون مع دول مثل الصين وإيران في مجال الفضاء. وأضر الغرب الذي يتهم روسيا بشن حرب عدوانية على أوكرانيا بالاقتصاد الروسي بعقوبات تهدف إلى حرمان موسكو من التكنولوجيا والمعرفة التقنية والأموال. قدمت وكالة الفضاء الوطنية الروسية التي تعرف باسم روسكوزموس نموذجا لمحطة الفضاء المزمعة والتي أطلق عليها اسم روس في منتدى الجيش 2022 بالعاصمة موسكو. وقال مدير محطة روسكوزموس إن روسيا ستترك محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 وتعمل على تطوير محطتها المدارية الخاصة. وتم إطلاق محطة الفضاء الدولية عام 1998 وهي مأهولة باستمرار منذ نوفمبر 2000 في إطار شراكة بقيادة الولايات المتحدة وروسيا، وتضم أيضا كندا واليابان وإحدى عشرة دولة أوروبية. أما إدارة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا والتي تحرص على إبقاء محطة الفضاء الدولية في الخدمة حتى عام 2030، فتقول إنها لم تتلقى بعد تأكيدا رسميا للانسحاب الروسي. وفي المقابل تقول روسكوزموس إن المحطة الفضائية الجديدة ستطلق على مرحلتين، حيث تشهد الأولى بدء تشغيل محطة فضائية مكونة من 4 وحدات، يليها لاحقا وحدتان أخريان ومنصة خدمة، بما يوفر لرواد الفضاء الروس رؤية أوسع للأرض لأغراض المراقبة. وختاما هذه التذكرة بأبرز عناوين بانوراما. الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية. الصدر يعلن تأجيل موعد التظاهرات التي كانت مقررة لأنصاره السبت المقبل حتى إشعار آخر. الولايات المتحدة الأمريكية تجري اختبارا لصاروخ باليستي عابر للقارات. تفاصيل أكثر على موقعنا على الانترنت نال.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.